تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن. اليوم نبدأه بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أهمية دور الجامعة العربية في الدفاع عن قضايا الأمة. ولي العهد العناية بحقوق الإنسان تنطلق من تعاليم ديننا الإسلامي. والسعودية تعترض على نظام المنافسة الخليجي. مواضيع وملفات عديدة سوف نناقشها اليوم في برنامج الوطن وأبرز تلك الملفات. نظام موحد لحماية المعوقين وسوق خليجية مشتركة قريبا. تجارب سعودية ملهمة في أول أيام منتدى مسك العالمي. التسول ظاهرة جديدة لشحاذين بسيارات فارهة. حياكم الله. أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أكد أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته 36 التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر من عام 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال خطة عمل تشتمل على 8 مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة من 2017 وحتى عام 2019 لمختلف التحديات. قال الدكتور الحقباني خلال افتتاح الدورة إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان إلى برنامج الوطن. بداية، عندما نتكلم عن الرؤية، رؤية وجود سوق خليجية مشتركة، حدثنا أهمية ذلك وما يعود به بالنفع على المواطنين في دول المجلس. أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. طبعا بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة هي حلم قديم كنا نطمح أن نراه سابقا، ولكن أن تأتي متأخرا خير أم من لا تأتي أبدا. في هذا الوقت التعاون البيني بين دول الخليج هناك نواقص كثيرة، سواء في التشريعات، سواء في التنفيذ، سواء في التجارة البينية، سواء في انتقال، سواء الموظفين أو رؤوس الأموال أو الصناعة أو التجارة، فهي لا تتعدى تقريبا حدود 12 إلى 15% التجارة البينية بين دول الخليج، بينما نجد مثلا في السوق الأوروبية المشتركة تتجاوز 47%. فلا بد من حلحلة وكل هذه الإشكالات عند وجود الرغبة والعمل الجاد والتنفيذ والمتابعة، فكل هذه الأمور ستحل، خصوصا أن أوضاع دول الخليج وتشابهها سواء تركيبة اجتماعية أو قطاع أعمال أو ثروات متشابهة أو متقاربة أكثر من السوق الأوروبية. نعم، يعني فعليا الجميع، فعليا كل مواطني دول مجلس التعاون يأملون أن يتحقق هذا التوحد. والبداية دعنا نقول من السوق الخليجية المشتركة لحد ما أن يكون هناك اتحاد خليجي متكامل، لكن السؤال أستاذ سليمان، ما الذي يعوق تحقيق ذلك؟ طبعا هناك عدة معوقات. أولا التشريعات لابد أن تتكامل بشكل كامل. الثاني التطبيق لابد أن يكون عمليا وصارما ومتابعا. يعني الآن مثلا بالنسبة للاتحاد الجمركي هناك اتفاقيات ولكنها لم تفعل، لا زال هناك كثير من المعوقات تعوق انتقال الأعمال، انتقال البضائع، شهادات المنشأ، التصدير بين دول الخليج، كثير من كذلك الصناعة أو حتى في مجال الصناعة
هناك تنافس وليس هناك تكامل بين دول الخليج. لا بد من إعادة كامل هذه المنظومة من أجل تسهيل الإجراءات. نعم، طيب ذكرت جزئية وجود التنافس وعدم وجود التكامل، كيف نحقق ذلك؟ ألا تعتقد أستاذ سليمان تحقيق التكامل ليأخذ الكثير من الجهد والزمن إضافة إلى الإصرار وتوحيد الرؤى؟ نعم، وأهم من هذا كله حسن الظن بالآخر والتعاون من أجل المصلحة العامة. يعني فأخذ مثلا الآن صناعة البتروكيماوية، نجد لدينا 3 دول خليجية كلها يوجد لديها صناعات بتروكيماوية، وكلها في الداونستريم وليس في يعني كلها في الصناعات الأساسية البتروكيماوية. ولماذا لا يكون هناك تكامل بين يعني دول الخليج لديها تجربة في شراء الأدوية الموحد، وهذا استطاع أن يوفر على دول الخليج حدود 15 إلى 18% من سعر الفاتورة. هذا مثل في التجارة، فلماذا لا نتكامل في الصناعة؟ دول لديها تنتج ودول تصنع ودول تحول من أساسي إلى صناعة تحويلية، ثم الخطوة الثالثة حتى نستطيع أن يستفيد الجميع وتشغيل القوى العاملة الخليجية، جذب الاستثمار، يكون صوتهم موحد في التفاوض من أو في التصدير أو في الاستيراد، مما يقوي وضعهم التنافسي والتفاوضي. نعم، طيب أيضا أستاذ سليمان لا نستطيع أن نغفل أو ننسى أهمية وجود وتحقيق استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي وهي فعليا تمثل خارطة الطريق للعمل التنموي بدول المجلس، وهذا أكيد وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. نعم، هناك رؤية بالنسبة للتكامل الاجتماعي، لأنه التكامل يشمل جميع الجوانب، صناعي وتجاري وخدمي وإجراءات وتشريعات واجتماعي. بالنسبة الآن لانتقال القوى العاملة بين دول الخليج مثلا، لا بد من تسهيل الإجراءات. لا زالت دول الخليج تتعامل مع المواطن الخليجي كأجنبي عندما يأتي. أستاذ سليمان أنت معي على الخط؟ أستاذ سليمان معي على الخط؟ زين، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا الكرام، وفي موضوع آخر، أشعل الموهوبون السعوديون حماسة الحاضرين في اليوم الأول من منتدى مسك العالمي، ولقيت تجاربهم إعجاب المشاركين في أعمال الدورة الأولى التي انطلقت أمس تحت شعار القادة الشباب معا، بمشاركة شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وريادي أعمال من 65 دولة حول العالم، في مقدمتهم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، الذي أشاد عبر النقل التلفزيوني بأهمية مثل هذه المنتديات ودور التقنية المؤثر في بناء مستقبل مشرق للمملكة، واصفا منتدى مسك العالمي بالخطوة الرائدة والجبارة في سبيل تحقيق التقنية الحديثة والاستفادة منها بالتركيز على أهميتها، مشيدا برؤية المملكة 2030 التي ستكون الدافع والمطور والخادم لهؤلاء الشباب. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع، بداية تنضم إلينا ومن الرياض الأستاذة نهلة الجميعة، مدربة دولية في التمكين لذوي الإعاقة. أهلا ومرحبا بك أستاذة. بداية حدثينا عن أهمية المنتدى ليشمل كافة دول الخليج. أهلا وسهلا فيكم جميعا، بداية أحييكم وأحيي المستمعين والمشاهدين. هلا ومسهلا، نورتينا أستاذة نهلة. والله أنا بصراحة جدا مبسوطة أنه قبل هذا الحدث الجبار. بداية طبعا أحب أصحح معلومة أنه أنا مو مدربة لذوي الإعاقة، طبعا أنا مدربة دولية وممارس كوتش. التدريب طبعا هو يعتبر جزء جدا مهم في تنمية المواهب الشابة. صحيح. احنا بالنسبه لمنتدى مسك انا راح اتكلم عنه، انه طبعا هو انطلق من يوم امس الثلاثاء بالعاصمه الرياض تحت شعار القاده الشباب معا. يضم هو مجموعه من مشاركات الشباب وفتيات هذا الوطن، بالاضافه الى مسؤولين ورواد اعمال محليين وعالميين، ايضا يتضمن ورش عمل، متحدثين وملهمين يناقشون القضايا التي تهتم بتحفيز الشباب.
نعم. يعني قاعد يلقي الضوء على مواطن الإبداع، مواطن الإلهام التي يتحدث عنها هذا المنتدى في مجالات كثيرة، من ضمنها الثورة الرقمية في مواجهة وظائف المستقبل، أيضا الجوانب العلمية، التقنية، الاقتصادية، الثقافية، الرياضية. نحن نشهد اليوم هو اليوم الثاني والأخير من أعمال المنتدى، لكنه فعلا أحدث ثورة هائلة جدا لتحفيز الشباب وإلهامهم نحو خطة مستقبلية جدا رائعة، وكانت طبعا التواجد جدا قوي من داخل المملكة وخارجها. نعم أستاذة نهلة، ابقي معي على الخط، سوف نتكلم في العديد من المحاور، أهمها المبادرة التي قمت بطرحها، لكن أيضا ينضم إلي عبر الهاتف من الرياض المخترع مهند أبو دية والمهندس مهند أبو دية. أهلا ومسهلا مهند، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية نحكي لنا عن مشاركتك في المنتدى. حياكم الله. بصراحة أنا يعني جدا سعدت بدعوتي إلى هذا المنتدى، وتشرفت بأنه يعني وضعت، كنت يعني قالوا لي انت حتكون الاول والاول والاول، يعني ما شاء الله. يعني ايش قالوا لي؟ حتكون اول متحدث في اول جلسه في اول نسخه من المؤتمر، فهذا شرف كبير لي بصراحه، واحببت انه فعلا اوصل اهم رساله في بدايه المؤتمر، وان كان كل المنتدى رسائل مهمه، حبيت اوصل رساله هو انه يجب عليك أن تكتشف حدود قدراتك بنفسك. يا سلام عليك. لا تسمح للآخرين بأن هم يحجموك ويعني يرسموا لك حدود قدراتك. إذا اكتشفت بنفسك بكل جهودك بأنه هذه حدودك فهذه حدودك، لكن لا تسمح للآخرين أنهم يعطوك هذه الأشياء مسبقا. نعم مهند، أنت طبعا ذكرت جزئيا أنت موجود وكنت من المتحدثين أولا، بس أكيد يعني مين غيرك يتكلم خاصة في مثل هذا المنتدى؟ أنت المهندس والشاب والمخترع اللي احنا كلنا أساسا نفخر فيك مهندس مهند، ويعني رحلتك الطويلة بقول لك مع الإبداع ومع الإنجازات ومع الاختراعات. أكيد مهند، أنا شخصيا أنا شهادتي فيك مجروحة. أنا بنتقل الآن، خليك معي على الخط، بنتقل الآن الأستاذة نهلة الجماعة. أستاذة نهلة، أيضا أنت طرحتي مبادرة في هذا المنتدى، حدثينا عن مبادرتك اللي قمت بطرحها. طبعا زي ما تفضلتي، انا الى الان لم اطرح المبادره، لكن كانت طبعا هي مصدر الهام لي دائما. مسك اعتبرها مصدر الهام لاي جمعيه حابه ان تطور من نفسها وذاتها. مقاماتهم جدا هائله وكبيره، وقاعدين يشتغلون على اشياء غير تقليديه. زين، احكي لنا عن هالمبادره. بالعكس يعني شيء طيب الصراحه انك تطرحيها بدايه في برنامجنا، وعقب ان شاء الله انك بتطرحيها في المنتدى. ان شاء الله باذن الله. لبى قلبك سمي. هو طبعا المنتدى كان في بوت اللي هو المسك للتعليم. بما انه انا عملي الاساسي اصلا يعني انجلش سوبرفايزر، فمهم جدا عمليه التعليم. هي تعتبر العمليه الثانيه بعد المنزل اللي قاعدة تصب على إلهام الشباب وغرس القيم فيه. طبعاً إحنا للأسف نعاني من هالأشياء هذه كثيرة، نظراً للمظاهرة للأشياء السلوكية اللي تبدر من شبابنا هذه الأيام. لكن في بعض النقاط أو زي ما تقولين كذا المفاتيح ضايعة منهم. ما يعرفوا كيف يتوجهوا، ما يعرفوا لوين يروحوا، ضايعين في تحديد الأهداف في التخطيط. طبعا انا ان شاء الله يعني على تواصل مع قسم التعليم في مسك، راح اتواصل معهم باذن الله وارسل لهم ايميل. بمعنى اخر قاعده اسوي حقائب تدريبيه جدا جدا رائعه وملهمه للاشخاص. يوجد فيها طبعا بمعرفتي بالتدريب انه يجب ان تطرحي، لا ان تطرحي حقيبه الا وفيها قياس اثر جدا رائع فيه الافكار، ليس الان حتى لو بعد حين. يعني ممكن يقطع صوتك أستاذة نهلة، يقطع صوتك، يمكن غيرتي مكان اتصالك. طيب بنرجع مرة ثانية الأستاذة نهلة الجميع عشان نتكلم بشكل مفصل عن المبادرة اللي أكيد هي تبي تقوم بطرحها. أنا برجع لك أكيد مهند. مهند، أنت ذكرت لي جزئية مرة مهمة، ودائما هذه الجزئية إحنا نتكلم فيها، أن مفروض أن ما في أحد يقوم بتحديد أحد ثاني، وما في أحد ممكن يخلي الشخص الثاني في إطار محدد ويحد من قدراته. احكي لنا أنت كيف من خلال تجربتك الناجحة قدرت أنك أنت تتفوق على نفسك وعلى المجتمع وعلى الآخرين أيضا.
طبعا انا عندي يعني من صغري عندي عاده، يمكن كثير من الكبار يعتبروها عندي عاده سيئه اللي هي عاده العناد، انه كان دائما لما احد يقول او اسمع كلمه انه هذا الشيء ما يمكن يصير، هذا الشيء ما حد قد سواه قبلك، او الناس اللي قبلك سووه وفشلوا فوفر وقتك، فهذه على قولهم ترسم على يعني وجهي ابتسامه التحدي، انه طيب ليش ما اكون انا اول واحد يسويها. برافو عليك، صح. وهذا الشيء الحمد لله يعني من خلاله قدرنا نحقق عدد من الاشياء. يعني في السعوديه كان سمعت قبلها كلمات كثير مستحيل من الناس، وحتى يعني انا دائما اشكر يعني اكثر الناس اللي حفزوني في حياتي، وهم الناس اللي حاولوا يحبطوني، لانه لذلك حتى دائما اقول انه امتع شيء انك تحبط المحبطين. فانت كيف تحبط المحبطين؟ بانه هذا المحبط انت تحبطه بانك تسوي الشيء اللي هو كان يحبطك بانك انت ما تقدر تسويه. فهذه يعني تحدي مع الحياه، يعني لو صار بيدينا كلنا هذا التحدي لصار كل واحد منا اذا سمع كلمه لا حتكون اجابته المباشره ليش لا؟ فالحمد لله يعني كنت الاول في اول مهندس كثيف في المنطقه، يعني رغم الحين ما شاء الله الماجستير بعد مهند، ولا ان شاء الله الماجستير يعني على وشك ان شاء الله. ايضا الان قبل كم يعني فتره، يعني قبل تقريبا كم اسبوع كرمت كاول كثيف عربي ينضم الى قائمه مدراء المشاريع العالميه، وهذه طبعا يعني الامتحان والمتطلبات الوصول لهذه القائمه ما هي اصلا معدل للمكوفين. فكان في البدايه سمعت كلام كثير بانه هذا الشيء مستحيل، وانه ما احد يستطيع انه ينجح في هذا الامتحان، وهذا الامتحان حتى رئيس احد الفروع المنظمه نفسه احتاج انه يعني يختبر 3 مرات قبل ان ينجح، ويعني وهو مبصر وكذا. فالحمد لله يعني جربت وحاولت وقلت خليني اجرب بنفسي، لو ما ضبطت معايا خلاص. وجربت ونجحت من اول مره في الامتحان. ما شاء الله عليك. الحمد لله، يعني الانسان يجب ان يحاول انه يجرب نفسه، انا ما اقول كل شيء متاح، ما في شيء مستحيل. الواحد يحاول دائما، انسان مفروض انه يحاول دائما، انه يقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. مهند، طبعا كنت قبل شوية كنت أتكلم مع المدربة الدولية نهلة الجميعة، وكانت تتكلم بشكل مفصل عن المبادرة اللي هتقوم هي بطرحها، وطبعا انقطع الخط، رجعت لنا أكيد الأستاذة نهلة. هلا ومسهلا أستاذة نهلة، احكي لنا أيضا، كنا نتكلم عن المبادرة اللي أنت قمتي بطرحها أو تبي تطرحيها، وحيكون في تعاون ما بينك وما بين مؤسسة مسك، احكي لنا بشكل مفصل لو سمحتي. انا الى الان هي مجرد رؤيه. ان شاء الله بتشوف النور، ان شاء الله بيكون وجهنا خير عليك. اتمنى بصراحه يعني ان شاء الله حبيبتي انها تكون حقيقه، يعني تحول الواقع الى حقيقه. هي مشكله انه موجوده في، ليست فقط في السعوديه، يعني موجوده في شبابنا بشكل عام، حتى الشباب الخليجي بشكل خاص. في هناك عدم إدارة لمعرفة الأهداف، التخطيط، تجويد الأعمال. هناك خلل يوجد في الأشخاص أنفسهم، أو عدم حتى استخدامهم للمصطلحات قد تكون غير دقيقة في تحديد ما يريدون. هذا جدا مشكلة تواجه شبابنا الآن، يعني هذا إذا كانوا لم يحددوا أهدافهم من الأساس. هناك فئة عمرية جدا حساسة عندنا، نقدر نقول مثلا من عمر 10 سنوات إلى 15 سنة، هذه فئة خاصة لازم تتوجه بشكل جيد وتتحدد أهدافها. في الفئة العمرية الأكبر اللي هي ممكن نقول كذا من 16 سنة إلى 21 سنة. إذا اهتمينا بالفئات هذه، يعني أعطينا كل فئة ما تحتاجه فعلا بعمليات تدريب مكثف وعمليات تدريب يخاطب الخيال وليس فقط العلم. صحيح. يعني عندهم حصيلة علمية جدا كبيرة. صحيح. مواطن الإبداع. صحيح. جدا مغفلة. نعم. وفعليا يعني أستاذة نهلة، يعني دائما احنا لما نتكلم عن شيء يقول لا يمكن ما يتحقق، ترى دائما
الأحلام ما تتحقق، بس ما شاء الله تبارك الله إحنا قاعدين نشوف نماذج، نماذج مشرفة، من ضمنهم أكيد مهندس مهند اللي حقق ما شاء الله تبارك الله، الله يا رب يزيده ويبارك له، حقق المستحيل ونجح، وإن شاء الله يا رب نشوفه يعني أكبر وأكبر وفي أعلى المراكز. أنا سعيدة أكيد باستضافتك وتشرفت أكيد بمعرفتك أستاذة نهلة الجميعة المدربة الدولية في التمكين، شكرا جزيلا لك. أكيد الأخ والعزيز المهندس والمخترع مهند أبو دية، شكرا جزيلا أيضا لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. مشاهدينا وصلنا وإياكم لفقرة تغريدات موجز الأخبار وما يعرف أكيد بالشايبة. المرور ضبط قائد المركبة البالغ من العمر 13 سنة والذي انتشر مقطعه في التواصل الاجتماعي بجدة، وطبق النظام بحقه مع حجز المركبة. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحذر من نوعي مخدرات جديدة يعرفان بالسبايسي والجوكر. والحملة الوطنية السعودية توزع 2582 ألف حقيبة مدرسية على طلبة سوريين في الأردن. إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة في سلوك التسول لدى المتسولين وغالبيتهم من غير السعوديين، فبعد أن تعودنا ولسنوات على هيئة ثابتة للمتسول أو المتسولة، وهو ذلك الشخص الذي يظهر في ملابس بالية وفي حالة حاجة وضعف وفقر أمام المساجد والأسواق، ظهرت اليوم حالات جديدة تمارس نفس حالة التسول ولكن بطرق وأساليب جديدة. أشخاص يركبون سيارات فارهة آخر موديل ويلبسون أفضل اللبس ويبدون في أفضل هيئة، ثم تتفاجأ بهم يوقفون المارة أمام محطات البنزين وفي الأسواق أو على جانب الطرق السريعة ليقول لك عبارة شهيرة: قلما أن يوجد شخص لم يسمعها، والله أنا من مدينة كذا أو من دولة كذا، وانقطع بي البنزين ومحتاج مبلغ. صراحة كلنا مرت علينا الحالة هذه، وكلنا صراحة تعاطفنا مع الأشكال والأشخاص اللي يعني يكونون واقفين معهم سيارات ويقولوا ما معايا فلوس حق البنزين، يعني الواحد لا شعوريا ما يقدر غير انه يعني يساعدهم. للتعليق على هذا الموضوع تنضموا الينا ومن جدة الدكتورة نادية نصير الأخصائية الاجتماعية والنفسية. هلا ومسهلا دكتورة نادية، نورتيني اكيد في برنامج الوطن اليوم. اليوم نبي نتكلم ايضا عن ظاهرة التسول اللي على ما يبدو غيرت جلدها، واليوم تتجه لأساليب وطرق جديدة للاحتيال على المواطنين. احكي لنا عنها الظاهرة هذه. أيوة بالطبع، احنا دائما مثل ما تفضلت شيرين ان احنا بنتعاطف مع الناس لما نشوف انسان محترم وبسيارة جيدة وبعدين بيقول انه انا انقطع مني نفس الجملة ترى أيوة نفس الجملة وانقطع الوقود، وانه يعني الواحد احيانا بيضع اعذار ويقول يمكن الكرت وقف، يمكن ما معه فلوس، يمكن يعني نحط يمكن كثير احتمالات كبيره ويساعده في الاول. ولكن انا بقول انه طالما انه هي انتشرت الظاهره، واحنا دائما لما نقول ظاهره انه شيء بيظهر ويختفي، فاحنا نتمنى انها تختفي، بس لابد انه احنا نكون متعاونين كمان مع بعضنا البعض كل المواطنين، وبدام الاعلام بينوه هذه الاشياء وبيوعي، فلابد انه احنا لما نشوف من المظهر هذا كله لابد ان احنا ما نتعاون معاهم على الاقل. يا اخي يعني هذا المظهر كله معقول انه انقطع منك بنزين او انقطعت في شيء؟ طب من فين هالسياره ومن فين هاللبس ومن فين؟ يعني مو معقول. فيعني نبدا كمان احنا نتوعى انه ممكن انه احنا ناخذ رقم السياره. صراحه لو انا صارت علي وهي منتشره حاخذ رقم السياره ابلغ عنها واقول يا جماعه السياره دي كان انسان فيها وكذا بيطلب انه هو انقطع، ولكن يعني شيء لا يصدقه عقل. وطبعا التسول بياخذ عده اشكال مثل ما ذكرت، انه هو الهدوم اللي احنا متعودين عليه، الهدوم الرثة والاطفال المبتورين الاطراف والنساء اكثر بنتعاطف معاهم، ان احنا من منطلق الحس الديني والصدقه، يعني زي ما تقول انه احنا الحس الديني عالي جدا في المملكه العربيه السعوديه وخصوصا في الاقبال على الصدقات، زي ما تقول انه احنا اصبحنا سوق للتسول سهل جدا الاصطياد فيه. وحنرجع تاني ونقول انه في نصب عاطفي من صبغ العواطف الدينيه
في هذه المرحلة، وخصوصا لما يكون كمان في المواطن. عاداتنا أيضا يعني وتقاليدنا وملامسة قيم المروءة والنخوة والتلاحم وإغاثة الملهوف، يعني فعليا الظاهرة هذه من التسول ترى ما هي موجودة بس في السعودية، ترى موجودة في كل دول الخليج، استغلت يعني هذه إغاثة الملهوف ومحاولة مساعدة الناس ونصرتهم والجزئية هذه اللي مغروسة فينا فعليا قاعدة تكبر، أنا ما أشوفها قاعدة تقل. أيوة، إذا هنا بيكون نحولها لل هي اللي هي عندنا إحنا أكيد في مكان هو لمكافحة الجريمة ومكافحة التسول في عندنا، لكنهم يعني ممكن بيكونوا ما عندهم ديك المجموعة الكبيرة اللي بتغطي لنا الأماكن حقت التسول أو إنها تستجيب معنا. يعني أنا برجو إنه هو يكون في رقم نتصل نعم. فيه. نعم، وفعلياً دكتورة يعني حتى الواحد ما يترى على باله أن الشخص هذا أو الإنسان هذا اللي معاه السيارة الغالية ما معاه فلوس بترول، يعني أقل شيء الواحد يقول خلاص 50 ولا 100 ما بتفرق، يعني ممكن نساعدهم. عموماً أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم العزيزة والغالية على قلبي الدكتورة نادية نصير الأخصائية الاجتماعية والنفسية، شكراً جزيلاً لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لفقرة تويتر واللي نستعرض فيها أبرز التغريدات عن أشياء لا يملها المغردون على وسم، حاجات ما تنمل أو أشياء لا تمل، والذي تجاوزت التغريدات عليه 86,000 لتضعه في المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا في السعودية صباح اليوم. بداية عبدالله المطرفي رأى أن الأوقات التي تمتلئ بالمحبة لا تمل إذا اتفق الجميع على الحب والإخلاص والوفاء والتضحية. أيضا مغرد آخر المغرد بندر على نفس الهاشتاج قال تويتر هو من الحاجات اللي ما تمل وحتى لو مليت منها ترجع له. الإعلامي منصور الضبعان قال إن أحاديث الكبار وأختار منها واحدة لمشاركتها مع متابعيه قائلا حاجات ما تمل حكاية الكبار. مر واحد جنب مقبرة لقاه واحد جالس قالوا إيش عندك؟ قال حارس. قالوا إيش تحرس؟ اللي برا ما يبي يدخل واللي داخل ما يقدر يطلع. هذه ترى بعد سالفة جدتي الله يرحمها يا رب. عموما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بإذن الله، بكرة أشوفكم حلقة جديدة من برنامج الوطن اليوم. دائما تواصلوا معنا على هاشتاق البرنامج الوطن اليوم، أيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم الآن دوت تي في. أنا شيرين رفاعي أحييكم، أشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.